في هنا من اللحمي ده هوت دوج من اللحمي ده كيلو حوالي كيلو من 900 الكيلو عامل 165 بدلا من 188. في من اللحمي برجر بقري كيلو ونص عامل 230 بدلا من كام 288. في من اللحمي فرانك بقري 900 جرام عامل 165 بدلا من 188. وفي من اللحمي صدق شرقي 850 جرام عامل 165 بدلا من 188. وفي من ميت لامز ده هوت دوج 25 قطعة، ال 25 قطعة عاملين حوالي كيلو عامل كام؟ عامل 149 بدلا من 190. في من ميت لامز بيف برجر 25 قطعة عامل حوالي كيلو برضه عامل 162 بدلا من 184. وفي هوت دوج 12 قطعة حوالي كيلو عامل 149 بدلا من 190. ده طبعا مبادرة كلنا واحد من اللحيمي من ميت لاند واللحيمي الاثنين تبع المبادرة. طب نيجي بقى من شيكاتيتا، شيكاتيتا تبع المبادرة برضو ده برجر عائلي الكيس عامل كام؟ عامل حوالي كيلو من 950 كيلو عامل 165 بدلا من 179. في كمان من امريكانا برجر بالبهارات العربية ده 25 قطعة عامل 130 بدلا من 145. في كمان هنا من فراجيلو ده برجر عائلي بقري 25 قطعة عامل 110 جديد ده بيف برجر من فراجيلو. في من حكاية عليه عرض اللي من حكاية ده بيف برجر 25 قطعة حوالي كيلو عامل 90 جنيه بدل من 109. هني اجيب كده اللي هي الزبدة دي، عروض الزبدة دي من المراعي زبدة غير مملحة 100 جرام عاملة 98 بدل من 109، وال 200 جرام عاملة 175 بدل من 208، وفي ال 400 جرام عاملة 335 مش عارفة مش باين بدل من كام. ده دي كده من المراعي. في من الروتانا هناك كده ده ال 100 جرام الروتانا ده زبدة نيوزيلندي ال 100 جرام عامل كام؟ ال 100 جرام عامل 57 بدل من 68، وال 200 جرام عامل 110، وال 400 جرام عامل 218. دي من الروتانا. في عروض برضو من حلواني صدق شرقي ده 350 جرام عامل 120 بدلا من 149، واللحمه المفرومه 350 جرام عامله 133 بدلا من 166. وفي لحمه مفرومه عائلي 900 جرام بقري عاملة 365 بدلا من 410. وفي كفتة كل دي من منتجات حلواني، وفي كفتة بقري عادي 350 جرام عاملة 95 بدلا من 116. طب أطياب، في عروض برضو على أطياب وطبعا مبادرة كلنا واحد. أطياب هوت دوج 12 قطعة عاملين حوالي كيلو عامل 219 بدلا من 244. دي دومتي فيتا ده 700 جرام عاملها 80 بدل 119. ده جبنه طريه في منها كمان الاسطنبولي نفس العرض برضو ال 700 جرام عامله 80 بدل 119. وفي منها الدبل كبير اللي هي الاصفر والاخضر اللي هي البرانيل، الازرق كانت اللي هي العاديه اللي هي الجبنه الطريه. في من دومتي ده جبنه فيتا اسطنبولي بلس 500 جرام عامله 42.5. في منها شيدر واسطنبولي وفي بيتا زيتون نفس العرض 500 جرام عامله 42.5. في هنا عروض على اللبن ده شاير حليب كامل الدسم اللتر عامل 37 بدل من 51. لبنيتا اللتر عامل 36.5 بدل من 47. في منه كامل الدسم وفي منه خالي الدسم نفس السعر. أبول لاند كامل الدسم عامل 38 بدلا من 44. يبقى كده في عروض على اللبن كلها. دمار ال 500 ملي عامل 26 بدلا من كام؟ بدلا من 28 كامل الدسم. وفي لامار ده حليب اللوز بالشوكولاتة 200 جرام عامل 24، وفي حليب الشوفان بالبسكويت عامل كام؟ 24 برضه. مار اللتر عامل كام؟ عامل 39.5 بدلا من 51. في منه خالي الدسم وكامل الدسم ونص دسم.
في منه لتر ونص عامل 58 بدل من 68، برضو في منه خالي الدسم وكامل الدسم ونص دسم، في من بيتي ده كامل الدسم 900 مللي مش لتر، ده 900 مللي عامل 35 بدل من 45 كامل الدسم. في من جهينة ده ميكس كراميل 200 مللي عامل 9.5، وفي منه كراميل وفي فراولة عامل 9.5 بدل من 12.75، في منه كراميل وفي منه فراولة وفي منه شوكولاتة وفي منه موز وفانيليا نفس السعر 200 مللي عامل 9.5 بدل من 12.75. كيلو سمك لوري ب 110 جنيه، في بقى جهينة ده لبن كامل الدسم 200 مللي عامل 11 بدل من 12.75، في منه كامل الدسم وخالي الدسم في جهينة اللتر عامل 39 بدل من 49 وفي جهينة اللتر ونص عامل 58 بدل من 71، في منه برضو كامل الدسم وخالي الدسم ونص دسم. في من جهينة ده حليب من أصل نباتي شوفان اللتر عامل 110، وفي حليب بلوز اللتر عامل 110، وفي حليب خالي من اللاكتوز اللتر عامل 99. ده من جهينة في كمان اللي هي البوكس ده، ده فيه 6 قطع، القطعة لتر عامل 235، الست قطع 235 بدل 287. البوكس ده فيه منه خالي الدسم ونص دسم وكامل الدسم. في 5 مينس ده صوص شوكولاته ده 70 جرام عامل 17.75 جنيه، وفي صوص الفراوله 105 جرام عامل 17.5، وفي ايه تاني، وفي صوص الكراميل برضو عامل 17.75، من 17 من 17.75 ده 82 جرام اللي هو صوص الكراميل و 82 جرام. في 5 مينس ده كاسكر بطعم الشوكولاته 100 جرام عامل 31. في من دريم تحت ده كاستر فانيليا 300 جرام عامل 31، وفي من 5 مينتس كاستر 300 جرام عامل 31، وفي من تاج الملوك كاستر 300 جرام عامل 29، عامل 29 من تاج الملوك. في هنا كومبوت ده من اي ام ار ده 850 جرام، ده كومبوت اناناس شرايح عامل 169. نيجي الاسعار، الجيلي من دريم ده جيلي مانجا ده 70 جرام عامل 12.5 جنيه، التوت 70 جرام عامل 13.5، الاناناس 70 جرام عامل 12.5، وفي الكريز 70 جرام عامل 13.5، وفي بالنكهة الفراولة والرمان مع بعض ده 85 جرام عامل 17 جنيه، وفي بنكهة الليمون والنعناع 85 جرام عامل 17 جنيه، وفي بنكهة الكريز والكولا 85 جرام عامل 17 جنيه، في بنكهة التفاح الأخضر 70 جرام عامل 13.5، وفي بنكهة البطيخ 70 جرام عامل 13.5، نكهة المشمش 70 جرام عامل 12.5، الفراولة عامل 12.5. في هنا بقى حجم عائلي ده 3 في 1 عاملين كامل 32.5 بدل من 36.5 اللي هو اللي جوه دي كده، عبوة التوفير في 3.